الرئيس سعد الحريري يجول بقاعا بين سعد نايل وزحلي. البقاع كان محطة الرئيس سعد الحريري الثالثة في زياراته الشعبية التي يبدو أنها ستأخذ طابعا أسبوعيا. من سعد نايل بدأ الحريري زيارته فحط في مسجد الإمام علي بن أبي طالب، حيث أدى صلاة الجمعة التي أما المصلين فيها مفتي البقاع الشيخ خليل الميس بمشاركة حشد شعبي كبير. الحريري غادر سعد نايل وتوجه إلى زحلي، حيث التقى النائبين إلي ماروني وطوني أبو خاطر. وظهرا لبى الحريري دعوة رئيسة الكتلة الشعبية السيدة ميريام الياس سكاف التي أولمت على شرفه في فندق القادر الكبير بحضور سياسي واجتماعي وأمني وديني لافت، فيما سجل غياب عوني عن الحضور. وللأسف أنه العمل البلدي بدأ يتراجع من ساعة اللي بلش الفساد يدق بوابه، يعني الانهيار كان بالقرار اللاحق مش بالخيار السابق. دولة الرئيس، انت بتعرف انه زحلي نسيوه عن الخريطة السياسية؟ هل اطلعك سعادة النواب انه نحن صرنا مغيبين عن القرارات الوطنية؟ نحن يلي الطاولات انعقدت بلينا وزارياً وحوارياً، مع أنه مدينتنا بتتمتع بحصة وازنة نيابياً، بس كل هالعنفوان ما كان ذاته على مستوى التمثيل السياسي ويلي ارتضى أنه يكون خلف الكواليس. ومع أنه نور زحلي 24/24، بس زيارتك رح تعطينا مخزون إضافي بيعوضنا أيام كان فيها ظلام وظلم. الحريري بدوره شكر لسكاف دعوتها، كما شكر لزحلي وجدد دعوته إلى انتخاب رئيس للجمهورية. اليوم عدم وجود رئيس ببعبدة هو يعني أكبر تخاذل سياسي بالنسبة لكل اللبنانيين، وهيدا يعني في مسؤولية كبيرة على كل النواب انه بالجلسة الثانية او بالجلسة 37 ننزل جميعا وننتخب رئيس جمهورية. وانا مثل ما قلت بالبيال، مين ما يطلع انا بقول له مبروك فخامة الرئيس، ما عادش يتحججوا بالحق الدستوري انه ما لهم حق ما ينزلوا. هذا مش حق، مش حق الواحد يخلي البلد 18 شهر ولا 19 شهر ولا 20 شهر من دون رئيس جمهورية. وأكيد انتخابات البلدية نحن معها، نحن بدنا إياها، نحن أحسن ما يقول لحدا أنه نحن مش مع الانتخابات البلدية،